بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. الله حين يرسل رسله إلى قوم ليعلمهم منهجهم في حركة الحياة لتؤدي إلى الغاية المطلوبة من الإنسان الخليفة في الأرض، يأتي بالرسول من جنس المرسل إليهم حتى يكون أسوة لهم، لأنه لو جاء بالرسول من غير جنسهم لما صحت الأسوة به، فلو جاء به ملكا لقالوا لسنا ملائكة، إنما يجيء به بشر ليكون أسوة في السلوك البشري المطلوب منهم، ولا يرسله إرسالا دون بينة، بل لا بد أن يقدم معه دليلا على صدقه في بلاغه عن الله، وإلا لادعى كل متفوق في حركة الحياة أنه رسول. والبينة لا بد أن تكون من جنس نبوغ القوم، فلا يأتي لقوم بمعجزة هي البينة في شيء لم يعرفوه وشيء لم يألفوه، لأن الرد يكون سهلا، يقولون لو تعلمنا هذا لجئنا بمثل ما جاء. إذن فلا بد أن يجيء القرآن ليثبت عجزهم عما نبغوا فيه من صناعة الكلام شعرا ونثرا وخطابة. والآيات التي يرسلها الحق سبحانه وتعالى بين يدي الخلق جميعا، إما أن تكون آيات كونية ينظر الإنسان فيها ليرى أنها غير صادرة عنه ولا عن مثله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، كل ومن آياته في القرآن آيات كونية، دي مقدمة للخلق جميعا لينظروا في الآيات الكونية هذه فيلتفتوا إلى أن صانعها إله فوق قدرتهم وفوق علمهم وفوق حكمتهم. ثم يأتي بعد ذلك لكل رسول، إذن دي آيات عامة، لكل رسول بآية، هذه الآية تناسب القوم. العرب كانوا فصحاء يعقدون للشعر أسواقا ويعلقون الفائز من هذا الشعر على الكعبة شهرة، إذن فلهم دراية بصناعة الكلام، فجاء لهم بالمعجزة من جنس ما نبغوا فيه وهو صناعة الكلام، وتحداهم. والتحدي أمر مقصود في المعجزة، لأنه لو لم يتحدى لقالوا جاء بشيء ولم يتحدنا به فليقل ما يقول، لا أنا أتحداكم أن تقولوا. والتحدي معناه استجماع قوة الخصم ليرد على هذا التحدي، فإذا عجز مع التحدي يصير العجز ملزما. الله سبحانه وتعالى جاء بالقرآن وتحدى بالقرآن كله العرب جميعا: قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلم يستطيعوا أن يقولوا مثله، فقال أتحداكم، يتنزل في التحدي، أتحداكم بعشر سور، إن قلت مفتراه هاتوا عشر سور مفتريات. فلم يجيئوا بعشر سور مفتريات، قال هاتوا سورة، فأتوا بسورة. الطلب الذي جاء بسورة جيه بأسلوبين اثنين: الأسلوب الأول سورة مثله وسورة من مثله،
ايه الفرق بين العبارتين؟ دي قرآن ودي قرآن، وده بليغ في موضعه وده بليغ في موضعه. سورة مثله تبقى المثلية محققة، سورة من مثله أي من مثل محمد، من مثل محمد في ايه؟ في أنه لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ ولا سافر بره ولا عرف حاجة ولا أسر عنه كلام بليغ في مدة حياته. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يبقى من مثل من واحد ما تعلمش. ليه؟ لأنهم لما بقوا يسمعوا القصص يقولوا أساطير الأولين وشوية حكايات وشوية مش عارف إيه وبتاع حاجات زي دي. لا جلس لا ليده ولا ليده، حتى غفلتهم جعلتهم يتهمون المسألة بأنه يتعلم من رجل كان هناك. فقال تنبهوا أيها الأغبياء، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. الرجل اللي أنت بتقولوا عليه ده لسانه إيه؟ وهذا لسان عربي عربي مبين. إذن فمرة تحدى بالكل، ومرة تحدى بعشر سور، ومرة تحدى بسورة من مثل محمد، ومرة تحدى بسورة وما ضيقهاش، ما قالش من مثل محمد، لا من أي واحد ولو كان متعلم. يبقى شوف بيضيق إزاي، الكل العشر سور، السورة من مثل محمد في إنه لم يتعلم، السورة من إيه؟ سورة مثله، بلاش من محمد دي. وبعد ذلك قال بلاش سورة يا سيدي، هات حاجة بسيطة كده، فليأتوا بحديث حديث مثله، يعني بس ولو يقرب شوية كده، برضو ما عرفوش. إذا التحدي لمفردات، وتحدى بالاجتماع، ومش باجتماع الإنس بس، باجتماع الإنس ومين؟ والجن. ليه جاب التحدي باجتماع الإنس والجن؟ لأن العرب كانت تعتقد أن كل نابغ في قول من شعر أو غيره له شيطان يوحي إليه، له شيطان. فقال لهم والشياطين دي مش من الجن، هنتحدى الجن أخرى علشان ما تقولوش يا إيه. يبقى تحدى، يبقى التحدي له كم صورة؟ صورة بالكل، بس يأتي بها واحد، صورة بعشر أفراد بعشر صور، صورة بصورة من مثله، صورة مثله، بلاش منه، هنتوسع في الحكاية ونقول هاتوا أي واحد ولو كان متعلم ولو كان غيره، خلاص هاتوا حديث مثله. ادعوا من استطعتم من دون الله، وسعناها قوي، ويجتمعوا كده مع بعض ويقعدوا ايه، بس اوعوا تقولوا لا ربنا وياني، قولوا لا ربنا هو اللي قايل والتحدي من الله لكم، فلا تدخل المتحدي في منطقة الايه، في منطقة التحدي. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا علة موقفه. ماذا وقفوا هذا الموقف ليه؟ ليه؟ قال كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، والناس أعداء ما جهلوا. إذن علمنا الله أن لا نستقبل كل شيء بالتكذيب، حتى نوجه عقولنا إلى أن نفهمه، ونوجه أفهمنا إلى أنها تفحص فحص كويس، مش مجرد تكذيب هوا كده. استنى يعني اسمع الكلام، تأمل فيه، تمعن، شوف الكلام ده يقبل ولا ما يقبلش. إنما لمجرد العداوة والجحد في قلبك ترده، لا، لا تخف ما ليس لك به علم. عايز تحكم على شيء يبقى لازم يكون عندك إيه؟ علم. فإذا عز عليك شيء فاطلب من قائله تأويله، قل له معنى دي إيه يا سيدي؟ ما قالوش يسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا، يبقى أنت بتكذب بشيء لم تحط به علما ولم يأتك تأويله من الذي أنزل عليه. ولو أنك فطنت إلى هذه المسألة واستقبلت القضية استقبال أي علم بعقل واع وتفهم لأمكنك أن تفهم. أما أن تطر هذا الأمر كده بمجرد الكراهية لمن أتى بالقرآن، ما هم قالوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن افصلوا من المسألة، أنت بتتكلم بقى في محمد مش في القرآن. إذن القرآن لو أنت تجهت إليه بعقلك وفهمك تجد كلام معجب، كلام معجز، كلام مقنع، كلام مستميت. ما إيه اللي مخليك تقفل الموقف ده؟ إن ده جاء على لسان مين؟ على لسان محمد. بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه ولما يأتهم تأويله.
احنا عندنا في الاساليب النفي ننفي مرة بلم لم يجئ فلان ولما يجئ فلان. ايه الفرق بين العبارتين؟ لما يجئ فلان معناها ان المجيء منتف عنه الى ساعة تكلمه، انما من الممكن هيجي بعدين. انما في ساعه النفي نفي لم مش متصل بالحال، لم يجئ من بالامس انما جاء الان مثلا. اذا لما تفيد النفي ولكنه تفيد توقع الاثبات. ولذلك ايه قالت الاعراب ايه امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. هما بيقولوا احنا امنا، والايمان محل القلب. لا انتم ما عملتوش كده، انتم شفتونا مسلمين بنعمل ايه، عملتوا زينا نفاقا، انما ما فيش ايه ايمان في القلب. ولما يدخل الايمان فاللي سمعوها قالوا الحمد لله اللي هيبقى يدخل بعدين. يبقى ادي الفرقه. قالت الاعراب ايه امنا، قل لم تؤمنوا الان ما عملتوش، ولما يدخل في قل. يبقى اذا ممكن ايه تقول ايه لما يثمر بستاننا يبقى في امل انه ايه، ولما يعلم الله ام حسبتم كذا، ولما يعلم الله المجاهدين منكم والصابرين. قالوا اذا احنا وثقنا ان سياتي علم الله بنا كمجاهدين وكايه وكصابرين. اذا ساعه ما تشوف لما تعرف ان المنفي بتاعها متوقع ان ايه ان يحدث. ولما ياتي تاويله، اذا هيجي تاويله وتعرفوه تأويله في إيه. التأويل مرجع الشيء، الشيء يقول إلى كذا. قال لك بأن الأخبار التي ذكرها القرآن ولم يكن في وقت ذكر القرآن لها مظنة أن توجد، وجدت. يبقى مدام وجدت ولا دخل لبشر في وجودها، يبقى اللي قال هذا الكلام واخده عن من يقدر على أن توجد. ضربنا المثل زمان بأن لما الروم كانت في حرب مع الفرس وبعد ذلك انتصرت الفرس على الروم، الفرس دي أمة ملحدة، الروم أمة كتابية يعني مؤمنة برسل ومؤمنة بالله ومؤمنة بأنه يبعث رسل وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته نظر إلى قمة المسألة، ما نظرش إلى شخصه كرسول. طب ما هم الروم مؤمنين بكتاب إنما كافرين بيه. قال لك إنما مؤمنين بإله، يبقى ما دام مؤمنين بإله يبقى عند محمد إيه؟ مقبول، أحسن من اللي ما بيؤمنش بمين؟ بإله. الفرس ما بيؤمنوش بإله، خلاص كويس أوي، لكن الروم بيؤمنوا بإله. طب ما هم الاثنين شركة في إنهم ما بيؤمنوش بيه، أم قال لك لكن دول مؤمنين بمين؟ بإله. يبقوا أقرب إلي ولا لا؟ يبقى عصبية محمد لربه فوق عصبيته لنفسه. العصبية لربه فوق عصبيته لمين؟ لنفسه. كويس أو كده. وبعد ذلك حينما هزمت الفرس حزن رسول الله، هزمت الروم حزن رسول الله وحزن المؤمنون. فربنا سر عنه بقرآن متحدًا بتلاوته ومعجز في نفس المعجزة، فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد. بضع سنين يعني لحد 9، يعني من دلوقتي لحد مين؟ 9 سنين. قل لي محمد الأمي الذي لا ثقافة عنده في العالم ولا يعرف أي حاجة عن المسألة دي، يستطيع أن يتحكم في نتيجة معركة بين أمتين عظيمتين كالفرس والروم ويليته بيتحكم فيها على أن بكرة هينتصروا؟ نقول ده أصله بلغ أن في مدد جاي وحيروح ويقلب الكفة. ده في 9 سنين من يستطيع أن يتحكم في نتيجة معركة بين أمتين عظيمتين في مدة 9 سنين؟ مين اللي يقدر؟ ما يقدرش إلا مين؟ الله. وبعد ذلك يقول أفلن غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون.
امتى؟ في بضع سنين، بضع سنين. ولذلك سيدنا ابو بكر لما قعد يتراهن قال انا قلت 7 سنين مدة، قال له ما تضيقش واسع خليها ل9، يعني ضحضحها شويه. البضع يطلق على هذا. اذا في وثوق، وثوق من ابي بكر فقال 7، النبي قال له ما تضيقش واسع. الله، كل ما يوسعه تبقى المعجزه اشد، كل ما يوسع الزمن تبقى المعجزه، لان من يستطيع ان يتحكم في هذا؟ لم يتحكم رسول الله، وانما تلقى ممن يتحكم فيها. وقد كان الامر، ومن عجيب الامر ان ينتصر الروم على الفرس في اليوم الذي انتصر فيه محمد على الكفار في بدر. فيقول الف لام، غلبت الروم. امين. غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وتيجي المساله، الله، طب من الذي يتحكم في هذه المساله؟ ادي التاويل اهو. استنوا شوفوا الاخبار اللي قالها، هتيجي ولا مش هتيجي؟ او تاويله في الاخره، ما يقول الامر في التكذيب هيعرفوه قدام. القران بيقول ايه بقى؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمه لايه؟ للمؤمنين. هل ينتظرون الا تاويله؟ ايه اللي بينتظروه؟ بينتظروا ما يقول اليه القران وما يقولون اليه. ان كان في الدنيا فنصر اهل القران، وإن كان في الآخرة. اليوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوه من قبل إيه؟ أي يقولوا إيه؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ الله، أهو ده التأويل أهو. شوفوه بقى أنتم اللي كنتم بتكذبوه زمان. فالتأويل إما أن يكون لمن بقي من الكفار فيرى ما أخبر به القرآن ويجيء على وفق ما أخبر من نبي لا يملك أن يتحكم في مصائر الأشياء وتأتي على وفق ما قال، أكان محمد يجازف بأن يقول كلاما لا يتحقق فينصرف عنه الذين آمنوا به؟ يقول طب ما هو قاله بضع سنين وقفت 10 ولا حصلش. إذن لا يقولها إلا وهو إيه؟ إلا هو واثق مطمئن. ليه؟ لأنه ما لهاش من عنده لا فراسة ولا كمبيوتر ولا رادار ولا أي حاجة. ده مين؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا إيه؟ بعلمه. ولما يأتهم تأويله، ولماذا نقول على هذه الجزئية معك ومع الكافرين بك؟ طب ما انظر إلى ركب الرسل، هل جاء رسول وخزله ربه على من خالفه؟ ابدا. كذلك كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين. طب ما تشوف، بلاش نستنى تاويل بقى ونستنى الحكايه ونستنى القيامه ونستنى، لا، انظر للركب كله من اول مين؟ من اول ما ارسل رسول. هل ارسل الله رسولا فنصر الكافرين به عليه؟ لا، النهايه دائما لغلبه مين؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. شوف الحكاية، والظالمين جرالهم إيه؟ منهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من عملنا في صيحة، ومنهم من زلزل. الله، وقدامك المسألة. يبقى التأويل واضح في مين؟ في كل مواكب الرسل الذين إيه؟ سبقوك. فكذلك هؤلاء، وإذا كان قد نال القوم ما يناسب رسالة رسلهم فسينال القوم هنا ما يناسب عمومية رسالتك. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. احنا عارفين الظلم نقل الحق لغير صاحبه، هذه معنى الظلم. الحقوق بتختلف، في حق أعلى وفي حق أوسط وفي حق أدنى. فإذا جئت للحق الأعلى في أن تنقل الألوهية لغير الله، يبقى ده إيه؟ ده خدمة الظلم. ولذلك يقول إن الشرك لا إيه؟ مش ظلم، ده ظلم عظيم. ظلم ايه؟ ليه؟ لانك انت نقلت الالوهيه من الله الى غيره، وليت غيره كان صاحب دعوه بينه وبين ربنا. ده انت تطوعت كده من عندك وقلت لا، هو اللي انت اتخذته شريك دي، قال لك حاجه، رفع دعوه، تكلم في هذه المساله، تبقى انت تطوعت بايه؟
تطوعت بالظلم لغير مدعي، لان ما حدش ادعى. طب حب ان الله قال لا اله الا انا، لا اله الا انا، يا الكلام ده صح يا مش صح؟ فان كان صح تبقى المساله ايه؟ سلمت. طب وان كان غير صح؟ الاله الثاني اللي غيره دي سمع دي ولا ما سمعهاش؟ والله ما كانتش بلغته يبقى اله اصم، ما عرفش حاجه، نايم على ودنه. طب وبلغته، طب ما قالش ليه قدامه لا انا الاله وحجتي اقوى من حجته؟ لا دي حصلت ولا دي حصلت. يبقى الذي يدعي دعوه ولم يظهر لها مناقض تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ الى ان يجي واحد بقى يقول لا ده انا الاله وحجتي كذا وكذا وكذا. ما كاش يا سيدي الاله ولا. احنا ضربنا مثل زمان، قلنا هب ان قوما يجلسون في مكان، وبعد ما انصرف القوم وجدت حافظه نقود فيها نقود، فصاحب البيت وجد الحافظ احتفظ بقى، قال ده لازم من اللي كان هنا. بعد ذلك قعد يسأل في التليفون، انت سبت حاجة؟ لا ما سبتش. انت سبت؟ لا ما سبتش. وبعدين طرق الباب طارق وقال والله انا وانا هنا نسيت المحفظة بتاعتي، واللي كانوا موجودين ما ادعوهاش، تبقى بتاعت مين؟ تبقى بتاعت اللي ادعاها ما دام لم يكن معان. كذلك قال الله لا اله الا انا، انا اللي خالق، انا اللي رازق، انا، وقال الكلام ده كله. اما ان يكون الكلام ده صح يبقى على العين والراس، مش صح يبقى الاله الصح في ناحيه، يا مدريش يا دري، ان مدريش يبقى ما ينفعناش. طب وندري يبقى عاجز ولا قدرش يواجه، يبقى برضه ما ينفعش انه يبقى ايه. اذا صحت الدعوه في انه لا اله الا الله. وبعد ذلك الظلم بقى في الاحكام. ازاي مثلا؟ افرض انك انت حكمت مثلا بحل ربا مثلا، يبقى ده ظلم في كبيرة. إنما واحد عليه لواحد كذا وحكمت له كذا، يبقى ده ظلم إيه؟ يبقى الظلم بياخد إيه؟ درجات. حسب إيه؟ حسب الشيء اللي وقع فيه الإيه؟ حسب الشيء اللي وقع فيه الظلم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. الكلام في الذين كذبوا، وما دام كذبوا يبقى ما آمنوش. فكيف يقسم الله من لم يؤمن إلى قسمين، من يؤمن ومن لا ومن لا يؤمن؟ ومنهم أي من المكذبين اللي بيقولوا افتراه وإلى آخر، منهم من إيه يؤمن به ومنهم. تيجي أنت تقول الله ليه اعتراضه؟ أهو ده بقى من اللي يجب أن نعرف تأويله. لو واحد سطحي يقول لك ايه يا اخويا القران ده بقى لغير المؤمنين المكذبين ينقسموا الى يؤمن ولا يؤمن؟ اهو ده اللي يبقى يقول انت لم تحط علما بالاسلوب. منهم من يؤمن به، قال لك ايه وهو يؤمن بانقرارة نفسه وفي قلبه. لان ما هو الايمان؟ الايمان عمل حواس ولا عمل قلوب؟ عمل قلوب. القلوب احنا ما نطلعش عليه، قلوب احنا ما نطلعش، انما بنطلع على الايه؟ الاسلام، بنشوفه بيعمل كذا وبيعمل كذا ونقول ده مسلم. انما لما هنحكم بانه مؤمن دي مساله بينه وبين مين؟ ولذلك قال لا ما تقولوش اننا امنا، قولوا ان احنا ايه؟ قولوا ان احنا اسلمنا. طيب ومنهم اي ومن الذين كذبوا وقالوا ذلك افتراء، من يؤمن به ايه؟ ومنهم من لا يؤمن. يبقى الايمان القلبي والجحد اللساني. هو يؤمن بايه؟ بقلبه ان ده رسول وصادق ويقعد بينه وبين نفسه ويلاقيه ما فيش كلام صادق. انما العند والايه والحقد والمكابره يخليه يقول لا مش مؤمن. ومنهم من لا يؤمن به يقول على طول كده. يبقى اذا المقسم هو ايه؟ المقسم مش الايمان الحقيقي الصادر على القلب ومعبر عنه باللسان، ده ايمان القلب ولم يصل الى مرتبه مين؟ اللسان. طب ايه اللي ما خلاش يصل الى مرتبه اللسان؟ الحقد والحسد والكراهية لذلك الايه؟ لذلك الرسول، وعدم القدرة في حكم النفس على المنهج المطلوب. هم العرب لما قال لهم قولوا لا اله الا الله اضمن لكم بها السيادة على الارض كلها، ما رضيش يقولوها ليه؟ لانهم مش فاهمين انها كلمة تقال، ده فاهمين مطلوب الكلمة ايه. لا اله الا الله يعني ما فيش سيطرة ولا سيادة، كلنا سوا، وهي دي اللي يكرهوها. يبقوا عارفين مدلول لا اله الا الله ولا مش عارفين؟
ده عارفينه قوي، وإلا لو ما كانوش عارفينه كانت كلمة قالوا خلاص. وكمان يدل على أن الله اختار الأمة اللي لما تعرف حاجة ما تنفقش فيه، ولذلك النفاق ما ظهرش إلا في المدينة، إنما دول على طول منسجمين مع نفسهم، ما قالوا قالوا كذا. الله، دي شجاعة إيه دي؟ شجاعة ليه؟ لأن إحنا قلنا الكافر ملوش ملكات متوزعة، إنما المنافق له ملكات. يبقى اللي ملوش ملكات متوزعة إما أن تكون على حق وهو الذي آمن وأعلن إيمانه، وما فيش ملكات موزعة، كافر وأعلن إيه؟ وأعلن كفره. إنما اللي بيلعب على الحبلين بقى ده اللي هو إيه؟ بلسانه وبإيه؟ وبقلبه، هو ده اللي متناقض. مين؟ متناقض الملكات. يبقى ومنهم من يؤمن به أي بقلبه ويعتقد أنك الرسول الحق، ولذلك ربنا يعز الرسول عليه الصلاة والسلام ويسليه يقول له إيه؟ يقول له إياك أن تحزن من أنهم بيكذبوك، ده أنت عندهم محترم وعندهم محبوب وعندهم موقر ورأيهم فيك جميل قوي، ده هما بيكذبون أنت. شوف ربنا يحملها عن رسوله. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، أنت فوق أن تكذب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يبقى حملها عن مين؟ حملها عن رسوله. قال له لا، ده انت مكانتك عنده امين، والدليل على ذلك انك في عز اللي عنده حاجه نفسها بيجيبها عندك. شوف شوف رفع معنويه الرسول عليه الصلاه والسلام. قد نعلمه انه لا يحزنك الذي يقولون، فانهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. يبقى جابها فين؟ جابها عنده هو. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به. طيب انتم المسألة دي مداريين، يعني الذي لم يؤمن وهو قلب لم يقل بلسانه وقلبه مؤمن، والذي قالها بلسانه، قال لك الاثنين هيدخلوا عندي لأنني أعلم بمن ايه. ذلك أفسد جحدا وذلك أفسد إنكارا. يبقوا الاثنين عندي، وما دام أنا أعلم بالمفسدين وأنا اللي هعذب، يبقى كل واحد هياخد على قدر ايه؟ على قدر منزلته من الفساد. والمفسد هو الذي يأتي الى الصالح فيصيبه بالعطب. العالم مخلوق قبل تدخل الانسان على هيئة الصلاحية، ولذلك قلنا زمان انك لو اردت ان تعرف صنعة الله التي لم يدخل فيها الانسان تجد صنعة الله اللي ما دخلش فيها الإنسان مستقيمة غاية الاستقامة. الشمس جت يوم كده وعصيت، القمر قال لا ما نطلعش، النجوم مش عارف ايه، الهواء قال ما هبش، المطر قال ما نزلش، كل حاجة الإنسان مالوش دخل فيه بتؤدي ايه مهمتها كما ينبغي. امال الفساد في الكون بينشأ من ايه؟ الفساد في الكون بينشأ من الأمر الذي يتدخل فيه إيه؟ الإنسان. ولذلك إحنا قلنا ما بنشكيش أزمة هوا، بنشكيه ليه؟ قال لك لأن ما فيش حد بيملك الهوا ولا بيتصرف فيه. قال لك إنما تصرفوا فيه إفسادا. ليه؟ يعملوا بقى العادم ويفسدوا البيئة بقى ويدخلوا مش عارف ايه وبتاع. ليه؟ لأنهم بيخترعوا الأشياء ليخففون بها عن أنفسهم عبئا ظاهريا الآن، ولكنهم لا ينظرون بعلمهم إلى مدى ما تؤديه من الايه؟ من المهالك والمعاصي. صحيح اخترعوا السيارة فسهلت لنا ايه؟ حمل الأثقال، وسهلت لنا السفر، وسهلت لنا إنما لو تشوف المعاطب بتاعتها تقوم تجد هالمعاطب. انت عمرك شفت زي ما قلنا جمالين اتنين قابلوا بعض وموتوا اللي هم عليه؟ اصطدموا كده جمالين ماشيين كده ومتقابلين حمرين، حصلش حاجة منه ابدا ولا حاجة. انما تلتفت سيارة واحد سيارة وعملت احداث سببت لأسر حزن، لو انه وزع على الناس لما لغلب على راحتهم التي جاءتهم من السيارات. لو وزع الحزن ده على الناس يمكن ما في بيت الا ما بيصاب بمساله زي دي. الله، ليه؟ لاننا خدنا المساله مش على ايه؟ مش على علم. ده صحيح عمل ليا مصلحه، انما لازم اشوف هيعمل لي مفسده ولا ما يعملش مفسده.
طب دلوقتي دي احنا بنشكو من تلوث البيئه، تلوث البيئه بايه؟ طب ما احنا نشوف السيارات ماشيه الشكمان عمال ايه، عمال ينفخ الماده السامه، ها، وعمال يعمل في الناس اللي بيعملوا ده، في ضرر ولا لا؟ الضرر ده بس ما بيظهرش ايه، عاجل مره واحده، انما بيظهر بايه، ببطء. نقوم نقول شوف يا سلام، صنعة الله التي صنعها، ان هو بيقول عليها والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الصنعة ده العادم بتاعها من حركته مفيد لنا، بناخده نسبخ به الارض ونعمل به خصوبة ونعمل، لكن العادم بتاع السيارات بيحصل منه ايه؟ بيحصل منه هلاك ولا لا؟ لان ده بيعمل الصنعة على علم، واحنا بناخدها على ربع علم، على ربع ايه؟ علم. ولذلك الله يقول إذا أردت أن يستقيم كل أمر لك في الوجود فانظر إلى الكون الأعلى، الكون الأعلى اللي مالكش دخل فيه، مستقيم ولا مش مستقيم، والسماء رفعها ووضع الإيه؟ الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اللي في إيدكم احسنوه كما أن الله أحسن ما خلق لكم بعيدا عن إيه؟ عن أيديكم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين، أي الذين يخرجون الشيء الصالح عن صلاحه إلى فساد. يبقى إذن المطلوب من الإنسان أن يترك الصالح على صلاحه، إن لم يستطع أن يزيده صلاحا فليتركه على إيه؟ على حاله. وإن كذبوك فقل لي عملوا، إن كذبوك آية وضعت الاطمئنان في قلب الرسول، انه ما قالش اذا كذبوك، مش هيصروا على ذلك، مش هيفضلوا كذابين، جابها في ايه؟ في مقام الايه؟ في مقام الشك. ان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم. لي عملي ولكم عملكم؟ قال اه. ليه؟ قال لك انا لا اريد ان احملك على ما اعمل انا، إنما أنا أريد لك الخير في أن تعمل، إنما عدم عملك بما أقوله لك لن يؤثر في حصيلتي من إيه؟ من عملي. أنا ما باخدش على الراس، يعني الرسول ما بياخدش على الإيه؟ على الروس، لا أبدا. أنا بدي أنقل لكم الخير، وبدي أنقل لكم الخير، يبقى إن ظللتم أنتم على شر فهذا الشر لن ينالني. ليه؟ لأن الخير اللي مطلوب منكم هو مطلوب مني وأنا بأديه، فأنا هاخد نتيجته ولا ما اخدش نتيجته؟ وانتم ما بتأدوهش، يبقى شركم مش هيعود عليا، يبقى شركم هيعود على مين؟ عليكم. ليه؟ لأن الذين يتأبون على الاستجابة لأي داع يقول لك يا عم ده بيقول لنا كده عشان عايز يبقى عضو في مجلس الشعب، ده هيعمل لنا عايز يبقى وزير، ده هيعمل لنا كده عشان يبقى كذا، ده علشان نمشي، نقول له لا أبدا، انتم مش هتأثروا في ايه؟ في اجري على عملي، انا ليا اجر، انتم اللي هتخسروا، انتوا لكم عملكم وانا ليا ايه عمل، فما تخلطوش مع المسائل. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل. يا سلام، كلمة بريء دي تفيد ان في ذنب، ده مجاراة للخاص، ما بيقولوش يعني انك انت انك ببرئك انت او ده، انا برضو انا بريء، ومعنى بريء يعني معناها ان مفيش جريمه. الله، يبقى اذا بيجهل الخصم ويخليه زيه ازاي يعني؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه الله في الجدل معهم فقول ايه؟ وان اي المؤمنين او اياكم يعني الكافرين بالرسول لعلى هدى او في ضلال مبين. هو الرسول شاكك في انه هو اللي على الهدى، طب هو ممكن بانه هو اللي على الهدى ودول على الضلال، انما بيجاري الخصم بيقول ايه؟ انا وانتم لا نلتقي، يبقى واحد منا مهدي وواحد منا ضال، المهدي والضال انا بقول ياني يا ايه؟ يا انتم، تبقى في عداله اكثر من كده؟ الله، الحق سبحانه وتعالى قل يعلمه ان يقول قل لا تسالون عما اجرمنا. طيب كان المنطق يقول ايه؟ ولا ايه نسألوا عما ايه؟ عما تجرمون، مش كده؟ لا تسألون عما ايه، قلبي ينسب لنفسه انه اجرم، ده على طريقتهم هم، هبوا انني اجرمت، انتم مش هت ايه مش هتسألوا عن اجرامي،
كان الأصول ويقول وأنا لا أسأل عن إجرامكم، برضو ما قالهاش قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، برضو ما جابش الإجرام ناحيته. في ترقيق قلب بقى أحسن من كده، جاب الإجرام في ناحيته، إنما ناحيته ما جابش الإيه، ما جابش الإجرام. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم برضو من المكذبين، من المرتابين في المعجزة، من الشاكين فيك، من اللي جحدوا رسالتك كله، ومنهم من يستمع، من يستمعون إليك. فيه مرة منهم من يستمع، وفيه مرة منهم من إيه؟ من يستمعون. كلمة من تطلق ويراد بها المفرد، ويراد بها المفردة، ويراد بها المثنى، ويراد بها الجمع. فمرة يطابق اللفظ فيقول منهم من يستمع، ومرة يجي على المعنى يقول ايه منهم من ايه من يستمعون. ومن صالحة الاثنين ولا لا؟ صالحة الاثنين. ومنهم من يستمعون اليك، سماع سمعوا، ولكن السماع استقبال الاذن للصوت. فإن كان صوتا مبهما كأصوات الحيوانات أو الأصوات الأعواد أو إلى آخره، ما يؤديش إلا ما تفيده النغمة في الجسم من هزة أو ارتجاف. وإما أن يكون الصوت له معنى تواضعي، تواضعي يعني إيه؟ يعني الناس حين تتخاطب لازم يتخاطب بلسان يفهمه المتكلم ويفهمه السامع. فإن تكلمت بإنجليزي عند واحد مش متعلم إنجليزي ما يفهمش، وإن تكلمت عربي عند واحد ما يفهمش العربي، يبقى لازم إيه المتكلم والسامع يبقوا على إيه، على معنى واحد في التواضع على الإيه، على اللغة. طيب هم بيستمعوا إليك وهم عرب وإنت بلسان عربي، يبقى العائق عن السمع إيه؟ العائق عن السمع نفض الأذن لما يأتي من جهة الخصم، زي ما تقول أنا مش عايزة إيه أسمع منك. والسماع استشراف المخاطب إلى ما يفهم من المتكلم. فإن لم يوجد عند المخاطب استشراف إلى أن يسمع، يبقى يتقال الكلام وراح لودنه ولا كأنه. ولذلك يقول لك ودن من إيه؟ ودن من طين، وودن من إيه؟ الله. يبقى لازم في السامع استشراف إلى فهم ما يقوله المتكلم. فإن لم يوجد عنده استشراف لهذا زهد في الكلام، يبقى اللي بيتكلم يتكلم ولا، ولذلك يقولك ولا كأن إيه، ولا كأنك هنا، ولا كأنك سمع كده ولا لا. لما قال له أنني جاي لك علشان إيه بس يعني سر ما تقولوش لحد، قال له طيب، قال له أنا عايز منك 100 جنيه، قال له ولا كأني سمعت. الله. اذا مش استشراف الى الكلام، اذا الكلام مش بس صوت يجي للاذن، لا، واستشراف نفس للتلقي. الاستشراف ده مش عندهم، يبقى سمعوا وما سمعوش. والرؤيا ايضا ساعه ما ترى، يبقى لازم رؤيا ايه، رؤيا استشراف الى ان ايه، تقبل على المرء كده. انما يقول لك ده انا اشوف العمى ولا اشوفش فلان. الله. طب ما فلان انت بتشوفه اكنك انت برضو رايت، وما ايه رأيت وما رأيت، وسمعت وما. ولذلك ربنا جاي في السماء قال لك ده صم، ده صم، صم ازاي وهم بيسمعوا؟ أم قال لك لا، لأن ما عندوش استشراف المخاطب لسمع كلام السامع بإقبال كده ونفسه وشرح، ده هو مصدود منه. ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمعون إليك، أفأنت تسمع الصم؟ الله. يبقى خلاهم كأن سمعهم لا ايه، لا سمع. ازاي؟ قال لك لانه ما عندوش استشراف في ايه، للي يسمعه. ولذلك المدرس مثلا يقعد يدرس، الطالب اللي عنده استشراف كده يسمع المدرس ويفهم منه الايه، والواد التاني قاعد مبلم كده وهو سامع برضه، انما ولا فاهم ولا ايه، لكن يجي يقول له انا قلت ايه ولا وهنا. الله. طب ما هو سامع. ام قال لك لا، كأنه لم ايه، كأنه لم يسمع. أفأنت تسمع الصم
شوف ولو كانوا لا يعقلون. أم قال لك لأن الأصم ده هم فاقوا الأصم، أن الأصم قد يفهم بالحركة وبالإشارة وبلغة العين وبالحركة، مش كده كتير ناس برضو صم كده وبنكلمهم نتفاهم وياهم، وواحد ذكي كده يقعد يخاطبهم وبتاع زي ما يكون بيتكلم تمام. أم قال لك ده دول صم، يا ريتهم صم بيعقلوا، ده لو كانوا صم بيعقلوا كان يبقى برضو في إيه، في أمل. ومنهم من ينظر إليه، جاب السمع وجاب الإيه، لأن دول إيه، وسيلة من وسائل الإدراك، وإلا فوسائل الإدراك متعددة، وسائل الإدراك كل ما تحسه في الكون، الشم من وسيلة الإدراك، الزق في اللسان من وسيلة الإدراك، اللمس كده عشان تدرك ده ناعم وده خشن من وسائل الإيه، من وسائل الإدراك، دي وسائل متعددة بنسميها الحواس الإيه، الحواس الخمس الظاهرة. والاحتياط ده من العلماء في أنهم الحواس الخمس الظاهرة اللي هي إيه، السمع والعين والشم والذوق واللمس، كل واحد من آلات الحس دي له متعلق، لكن أكرم المتعلقات وأشرفها إيه، السمع والبصر. ليه؟ لأن السمع هو ده وسيلة الاستماع لبلاغ الله عنه، والسمع لما يجي واحد يقرأ يبقى قبل ما يقرأ لازم سمع، قبل ما يقرأ سمع ان دي كاف ودي ت ودي لب. الله، قبل ما يقرأ يبقى ايه، يبقى لازم يكون ايه، لازم يكون سمع. فالوسيلتين دول، ولذلك قلنا حينما امتن الله على عبيده بوسائل الإدراك للمعلومات قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. سمع والأبصار دي عمدة الإيه، عمدة، وإن كان في حواس إيه، وإن كان في حواس تانية، إنما دي السيدتين للحواس على الأول. فيه بقى حواس تانية، ابتدأ بقى العلم وظائف الأعضاء يكشف إن في حواس غير الإيه، ولذلك الحواس الخمس الإيه الظاهرة. يبقى إذا في حواس بس مش ظاهرة لك. أنت لما تمسك توب مثلا زي ما قلنا أهو، شوف تمسك توب وتحطه بين صبعينك كده وتمسك التوب التاني تقول لا دي أرق، ده سمك التوب ما يجيش واحد على ما يجيش نص ملي ولا ربع ملي، إزاي أدركت إن دي ثلاث أرباع ملي وده ملي وده أرق وده بتاع؟ بأي شيء أدركت هذه؟ باللمس؟ لا مش باللمس، ده بالإيه، بالبينية. حطيت حاجه بين اناملك ده اهي، قلت لا دي تقيله. اذا انت حسيت ان البعد بين الاملتين في هذا القماش اكثر من البعد بين الاملتين في القماش الثاني. طب ازاي دي تيجي؟ مهما دق بتدركه ولا ما تدركش؟ بيدركه. طيب شلت حاجه كده وقلت لا دي اتقل من دي، باي شيء ادركت الثقه؟ بعينك؟ لا. بودنك؟ لا. باللمس؟ لا. طب المس ده والمس ده كله، انما بالحمل جيت تشيل ده وتشيل ده قمت لقيت ايه، قلت دي اتقل. ايه عرفت انه اتقل ازاي؟ ما دي وسيله ادراك الثقل، ادراك الثقل وادراك البينيات كلها بالايه. قال لك ده لان الثقيل اجهد عضله يدك اجهاد اكتر من الخفيف، فالعضل راحت مقدرة ان دي اجهدني اكثر. دي عملية ايه؟ سبحان الخالق للانسان والخالق لكل هذه الملكات، يقول لك فلان قريب وفلان بعيد. الله، دي مس حاسة البعد. اذا حواس كثير ولا لا؟ لكن سادة الحواس ايه؟ السمع. فربنا جاب بها الايه؟ ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إيه العمي ولا يبصرون؟ وده المنطق، قال لا يبصرون البصيرة بالبصيرة، فيه بصر وفيه إيه، فيه بصيرة. نعم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم الناس شيئا، أي
لا يحاسبهم على عمل لم يطلبه منهم بمنهج من رسول مؤيد بالمعجزة. إذا كنا احنا في قوانين البشر والقوانين الوضعية يقولك أنت لا تستطيع أن تعاقب إلا بجريمة، الجريمة دي لازم لها نص، إذن لا عقوبة إلا بتجريم ولا تجريم إلا بنص، فمن فعل ذلك فقد أعذر كل مخالف لذلك. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.